ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل عيد الفطر عيد مبارك وسعيد على كل الأمة الإسلامية وعلى جميع الناس. طبعا أنا بيشرفني النهاردة ويسعدني إنه يكون ضيفي الأستاذ كريم، وهو اللي طبعا يعني هو اللي مكتشف الفنان عبد الله الكلحاوي. الله يخليك، شرف لينا والله. ما تستنى يا عبد الله عشان هنسى الكلمتين، استنى. المهم، فعبد الله طبعا الكلحاوي كلكم عارفينه، موهبه طبعا من مواهب الصعيد اللي ظهرت في الاونه الاخيره على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، في الاعلام. طبعا انا برحب بيكم جميعا وبرحب بالضيوف برضو اللي جو معاهم. وانا طبعا بيسعدني ويشرفني طبعا انه عبد الله طبعا اتضح انه هو من معجبين فكره الحاج الضوء من زمان. من كده يا عبد الله؟ بتفرج عليك من زمان والله. من متى يعني؟ من زمان، من يوم 5 سنين. يا خمس سنين بتفرج عليك. من يوم 5 سنين؟ اه، من يوم 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين. طب والله ده حاجه كويسه. يعني من بداية الفكرة. أيوة والله. والله كان شحته كبير ولا صغير؟ صغير. طبعا أنا عبد الله يعني بص، أنا لما شفتك في البرنامج التلفزيوني، وطبعا دي حاجة طبعا أسعدتني، وأنا سمعت البرنامج من أول البرنامج لغاية آخر، لغاية لما غنيت يا كورونا مالك وملنا. أيوة، كورونا مالك وملنا. قولها لي. ماشي، يلا. يا كورونا مالك ومالنا، يا كورونا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا، ايه اللي جايبك عندينا؟ بالالتزام والنظام نهايتك هتبقى عندينا، من اسوان الى سينا. يا كورونا يا كورونا يا كورونا يا كورونا، فيروس ظهر في الصين، فيروس ظهر في الصين، وضرب كل العالم يا، وضرب كل العالم يا، شفنا وحنشوف يا، شفنا وحنشوف يا، ماشيين بالكمامة ومن المغرب حبسونا، ومن المغرب حبسونا. هنا يا كورونا. عسل عسل عسل. يعني بص والله العظيم صوتك كده فيه بحة وصوتك مميز، وانا بحبك وبتابع فيديوهاتك، وعايز كل الناس اللي على صفحة الحاج الضوي تتابع عبد الله. شرف لي والله يا حاج الضوي. عملت معاك الواجب؟ لا، عملت معاك الواجب اهو، صح ولا مش صح؟ صح. عشان ما تقولش الحاج الضوي حرمني من حاجة. طبعا انا برحب بيك يا عبد الله، وبرضه في مفاجأة لجمهور الحاج الضوي، انه ان شاء الله يكون في اعمال مشتركة بيني ما بين عبد الله. يعني عبد الله يعني ان شاء الله كده الايام الجايه هيشارك معي في فيديوهاتي، وانا هشارك معاه على قناته. يعني انت هتشتغل معاي اللي اقول لك عليه تعمل، وانا لما اروح اشتغل معاك اللي هتقول لي عليه انا هعمل ان شاء الله. في حاجه يعني انت دلوقتي لما تيجي تشتغل معاي على قناتي انت هتبقى المخرج. ايوه صح. صح. ولما اروح اشتغل معاك على قناتك انت هتبقى المخرج. ايوه. عايز حاجة تاني؟ لا، عشان نبقى فيه يعني عدل في المعاملة. خلاص يا معلم؟ خلاص. والجديد شديد العيد. قولها تاني. والجديد شديد العيد مع الحاج الضوي. اه تمام، يبقى احنا هنشتغل مع بعض يا عم الحاج، انا وانت وعمك عبد الناصر، ورزقي ورزقك على الله. ان شاء الله. خلاص؟ ان شاء الله. اه. بس دلوقتي احنا في مشكلة هتواجهنا. مين البطال؟ اشهدوا ابو شدو. مين دلوقتي هنتشكل مع بعض؟ انت البطل في الفيديو ولا انا البطل؟ مش عارف هتحصل. ابو شدو. ابو شدو البطل؟ لا، انت هتبقى البطل يا عبد. لا ابو شدو. لا، انت هتبقى البطل. ابو شدو. انت فيديو تبقى البطل وانا ابقى كومبارس، وانت فيديو تبقى انا ابقى البطل وانت كومبارس. ان شاء الله. خلاص؟ خلاص ماشي. تمام يا عم، اتفقنا يا عم محمود؟ اتفقنا يا باشا. ماشي. طبعا عبد الله بص يعني لو قلت عليه زي العسل والله العظيم يبقى كده انا يعني حاجه قليله عليه. بص ده عسلين وزياده.
والناس قابل ليك جمهور دلوقتي يسلم عليك في لوكسور والناس عرفتك؟ اه ها؟ ايوه ايوه ازاي وانت جاي لي بعربيه مفيمه؟ مفيمه بس كان انت جايب عربيه يا عم مفيمه بره ملاكي شافوك فين؟ من اولها هنهتش على بعض يا عبد الله فين شافوك؟ طب انت نزلت جاي ملاكي انت جيت شبيه حق الضوء مش بقول لك مش هننفع مع بعضنا احنا كنا منزلين الجزازة يا ابوي مش بقول لك من اولها مش هننفع مع بعض. احنا جايين الفنان محمد الاصبر عارفوش ده؟ انا عارفه عارفه يا راجل ده حبيبي محمد ازاي ما عرفوش راجل بلديات؟ تعال يا فنان تعال ازاي ما عرفوش يا عم ازاي؟ من اولها بتقول لي جايب عربيه انت ما ركبتهاش يبقى مش هننفع مع بعض. اه صاحبك. المهم احكي لي دلوقتي عايزك تحكي لي ايه دلوقتي الاجواء في القاهره انت وانا ارن عليك يا عم عبد الله ارن عليك انت وفي القاهره وتقول لي كلم مدير اعمالي ينفع كده يا جدعان؟ ينفع حق الضوي ماله ازاي ينفع؟ اقول لك ينفع. اول ما اكلمك تقول لي انت مين؟ اقول لك الحاج الضوي. تقول لي كلم مدير اعمالي. يعني حاج الضوي شافني ماسك الكراسه. لا بس احنا خلي بالك مش هناجي سكه مع بعض يا عبد الله. ماله؟ لا ماله؟ لا ما بصراحه شغل التناكه بتاعتك دي مش هتنفع معايا. هنشاكل مين البطل؟ كان انت من اول دلوقتي بتقول لي الكراسه ومش الكراسه والمواعيد. ما مش انت معاك مواعيد يا عم عبد الله؟ انا معايا مواعيد برضو. حلمي بكر. انت فنان انا فنان برضو. طبعا انت كنت مع الفنان محمد الاسمر اسعدني النهارده والله. ومين قابلك في الفنانين في القاهره ومين اكتر حد ارتحت معاه ومين رحب بيك؟ انا شفت يعني الناس كلها حباك في القاهره. اللي رحب بيه زي الفنان عمر كمال ده حد محترم وراجل محترم. انا شفتك معاه في العربيه. ايوه. والفنان محمد الاسمر والكابتن وليد سليمان. دلوقتي بعد ما خدت تشيرت بتقول وليد سليمان حافظ كابتن وليد سليمان والكوره مال الراجل السرية. مال الراجل مديك تشيرت ومديك كورة وتقول وليد سليمان حاف من غير كابتن؟ الكابتن الحاوي وليد سليمان. ايوه كده تعدل. وانا اسمي وانا خايف بعد ما تعمل لك فيديوهين معايا تقول لي يا ضوي حاف. ايوه. الحاج الضوي الفنان الحاج الضوي. خلاص هقول لك الحاج الضوي تقول لي الفنان عبد الله الكلاوي. خلاص يعني. بس هقول لي يا ضوي حاف هقول لك يا عبد الله حاف. لا هقول لك الحاج الضوي. وانا هقول لك يا عبد الله مغمز. عسل عبد الله. ايوه دلوقتي قابلت ايه الناس؟ قابلت مين يعني؟ طب بعد ما رجعت البلد عنديكم قلت لك على الناس ايه دلوقتي؟ يعني انت دلوقتي بعد ما ظهرت في البرنامج طبعا على التلفزيون وبقيت مشهور يا عم عبد الله غير وضعك قبل ما تروح البرنامج صح؟ صح. طيب الناس في البلد عندكم في البلد لما رجعت بلدكم القريه اللي انت ساكن فيها الناس اتعاملت معاك ازاي؟ زي الاول ولا الوضع اختلف؟ الوضع اتخلق. يعني دلوقتي انا بعد برنامج منى الشاذلي بعد ما رجعت بلدنا بعد ما عملت برنامج منى الشاذلي بقيت الناس ايوه بتاع العسل ومش عارف ايه والطحينه انا ما جبت سيره الطحينه ولا العسل. مش بتاع المش. ايوه بتاع المش. بعد ما عملت فيديو المش مع منى الشاذلي كل الناس اللي يقول لك امضي لي على جلابيتي يا ضوي ذكرى واللي يقول لك امضي لي على العمه يا ضوي انت حصل معاك الكلام ده؟ لا حصلش. ليه عندكمش عمم؟ عندنا عمم. امال ايه الناس ما قالتلكش امضي لي ذكرى؟ لا. طب الكابتن وليد سليمان ما مضاش ليك على التيشيرت؟ واصل ابدا. والله طب ايه قال لك الكابتن وليد سليمان لما رحت له يعني رحب بيك ازاي؟ احكي لي يا اخي الناس عايزه تعرف برضه. اقول لك انا احكي الحكايه من الاول. الحكايه رحنا عند بسمه برنامج كل يوم استاذه بسمه وهبه برضه ده انت سلم فوق. رحنا هناك بالعربيه. لا ما تحكيليش رحت بالعربيه وكلت سندوتش طعمين عايز احكي. لا بس مش بالتفصيل الممل يعني ما انا عارفك رحت بالعربيه امال هتروح بحماره. طب ماشي يعني مش قلت لك نحكي من الاخره صح؟ لا بس مش من الاول بتفاصيلها يعني.
يعني واحد قابلك زي كده قال لك يعني ترمس تقول لي ده بيبيع لي يعني عايزك تحكي ايه؟ تحكي القصه كده المفيد يعني بالمفيد يعني. خلاص اعتبر نفسنا دلوقتي وصلنا عند مدينه الانتاج الاعلامي بالعربيه. وصلنا بالعربيه دلوقتي احنا على البوابه. خش مين خش؟ خشيت. خشيت حق الدول تمام. خشيت هناك قعد ريحنا بالاستراحة. راح ما انا عارفك انا يا عبد الله على كابتن وليد سليمان. جه عندي بالبرنامج كل يوم تمام. جه في الليلة البرنامج كل يوم. خد نفسك هو بيشحن طب خد راحتك عشان انا ما فهمش انت بتتكلم لاتيني يا عبد الله. انت دلوقتي انا دلوقتي ما اعرفش انت دخلت مدينه الانتاج الاعلامي وخلاص ودخلت البرنامج، ايه اللي خلاك تطلب انك تقابل الكابتن وليد سليمان بالذات لما في حوالي 100 لاعب في النادي الاهلي؟ انت بتحب الكابتن وليد سليمان؟ ايوه بحبه جدا جدا. ده الحاوي ده امال ايه؟ ايوه الحاوي المصري. الحاوي المصري. تمام. قبل لا انا بقى احكي لي لما رحت قابلته في البيت. في الفيلا. بالفيلا. ماشي بالفيلا قابلته. الفيلا بس ما ادري. رحب بي ورحب بي. جي اداني الكرة. ورحنا لعبنا بعد ما لعبنا خلصنا وشغم عليه وفي الاخر هم عليا. ليه؟ الدنيا خربت حق الظهر. ليه هم عليه؟ الدنيا خربت. ليه هم عليه؟ والله والله ما تعشيتش. والله والله خد نفسك لا يغم عليك هنا. بكره العيد مش عايزين نجري على المستشفى. بكره مش عايزين نجري على المستشفى. خد نفسك كده وكمل. احكي لي طب انت عدلت ايه وسويت ايه؟ فين؟ فين؟ يوم برنامج منى الشاذلي؟ انا احكي لك. احكي لي. انا طبعا ركبت القطر من هنا. مش خلصنا العربية والقاتل. انت لسه هتحكي في القاتل. ركبت ونزلت. انا يوم برنامج من الشاذلي رحت الطيران عشان كان البرنامج في نفس اليوم. ما رحتش قطر يعني. ركبت الطيارة. فطبعا كنت قاعد في الطيارة من ورا. اوعى تقول الضوي كذاب عشان عارفك. طبعا الطيار جاله مغص. الطيار جاله مغص. قال لي تعال يا حاج ضوي سوم. انا طبعا خالك متدرب على الطياره من 4 غيارات. الطياره دي الطياره دي 5. اديتها الاول في الثاني نزلت في ليبيا. فاتني البرنامج. فاتك البرنامج. بس انت المفروض تطلع مع الاستاذه منى الشاذلي. ان شاء الله نطلع معاه. لانه عارف يا عبد الله انا برنامج منى الشاذلي ده نقل الفكره بتاعتي 100%. وعمل 53 مليون مشاهدة في البرنامج. فأنت لو طلعت مع الأستاذة منى الشاذلي هتكسر الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بعد ما أخذت الدرع الذهبي إن شاء الله أول برنامج هيجيني واعد قدامك لازم أخذك معاي إن شاء الله. تروح معاي إن شاء الله. هتحجز لي بس. أحجز لك ماليه. وري معاك فلوس ماليه. يا راجل ده أنت الجلابية مش عامل لها جيب. تحجز لي وين؟ جلابية؟ أنا حوريك عاد أقوم. أول جيب تمام؟ أيوه. والثاني. وري فيها فلوس؟ فيها فلوس. ويسر بقول لك 70 جيب من غير فلوس. المفروض أمشي معاك طيب. لا لا أروح السريع. حبيبي يا عبد الله والله دلوقتي انت هتشتغل معاي ان شاء الله. اتفقنا؟ ولا هترجع تعمل لك فيلم وتقول انا ومش انا؟ لا لا خلاص يعني بعد العيد. بعد العيد هشهد عليك الناس. اللي فيها اجازه تنور. اللي فيها اجازه تنور. طيب تمام. اديها انا اغنيه كده. ادينا اغنيه. اغني يا عبد الله. اغني ظلمتني ابوي. ايوه ظلمتني ابوي. يلا ظلمتني يا ابوي. والفنان احمد الاسمر برضه. وانا والفنان محمد الاسمر معانا. يلا كده ظلمتنا يا ابوي. يلا بس ادي الناس حقها. مش تاخد الاغنيه كلها لوحدها. يلا ها. الواحد كوبليه. وانا كوبليه برضه. ماشي. مش عارف انا اقوله خلاص. ماشي. ظلمتني يا ابوي.
خانتني يا بوي عايزني اسامح يردي من ده يا بوي ظلمتني يا بوي وخانتني يا بوي عاوزني اسامح يردي من ده يا بوي ويردي مين اتعذب بليلتي يلا اسال اللي مجرب من ده يا بوي يلا يا خش يا فنان. طب الراجل برضه اغنيته وانتم يلا هي الظلماني قلبي وجرحاني وازاي ارجع من تاني طب يردي من ده يا بوي ظلمتني يا بوي وخانتني يا بوي عايز ارجع سامح يرضي مين ده يا قوي ما يرضيش حد والله والله ما يرضي حد. طيب يلا اغنيه ثانيه يا اخي ماشي. يحيى ابوها يحيى يحيى ابوها يحيى يحيى ابوها وشعنا ابوه يحيى ابوها خلي الدرع هو يعني الضوي فنان خلي بالك فلكلور شعبي. اقول له اغني له اغنيه. طب كده انا اغني تحدي انا وياه. طب ماشي تحدي يلا يعني. دقيقه اغني اياه. دقيقه لا لا استنى عايزك تغني الاغنيه اللي قلت فيها مش عارف ايه. ايوه اغنيه هاي مش عارف فرقك ايه. ايوه زغرت يا مره زغرت يا مره. ايوه هي ده اوعد قولوا سابها عد البحر وجابها اوعد قولوا سابها عد البحر وجابها داخلي لغيها طالعي لغيها كسر عدنيها بالليل الساعة واحدة يا رمانة واحدة بالليل الساعة واحدة طالعي نغيشها طالعي نغيشها كسر غوايشها. انا محفظها انا مش حتو الاغاني دي انا مش بسمع غير الاغاني دي. اسمع عادي. ايوه اديني حتة ايوه الاغاني بتاعت بلادنا مالنا ومال الموسيقى. الله يا ليلي يا ابو النجوم اللوني يطير دلوني ويدلون صعب الدبختك انما انت اخترته وكن في جنبه في زنجته وسترته والناس معادل واللي فلس ناترته واللي ده حوشته واستخسرته فهم ده ولا اعد عليكم قولي. الله يا ليل يا ابو النجوم اللوني ابتدي دلوني بيدلوني قلت لك ان الحياه حدوته وانا اقول بدون اصحاب تكون ملتوته وان قلت لي ان الحياه دي رحله وانا اقول بدون اصحاب بتغنى وتحلى فمن ده ولا عايد عليكم قولي. الله يا ليلي يا ابو النجوم اللوني يكتير دلوني ويدلون صاحب ده بختك انما انت اخترته وكن في جنبه في زنجته وسترته والناس معادل واللي فلسه نكرته واللي ذهب حوشته واستخسرته استغفر
غنى عنك هو يرضيني مشتهريك حن بالتجريب من ثاني ورقك انت اللي كشفت ورقك فكها معايا وسط الناس مش جمال الناس اذا وجاب صورتك ولا بقى لو شاب صورتك يبقى ده حكاية بكرة العيد حن بالتدريب ايه يعني عايز عيد ايه مش هديه افراح الزمن الوردية هتاخد العيدية خمار عشان الدنيا عيد لا بعيد من الاغنيه اه ايوه يلا اغنيه تاني انت غني اختار له اغنيه انت شوف عادي من الاغاني بتغنيها مش عارف يا مره زغرت يا اللي عالترعة حود عالمال يا مسك فؤاد اللي عالترعة حود عالمال وسطي بيوجعني وسطي بيوجعني وسطي بيوجعني من راس راسي بتوجعني من ايه راسي بتوجعني من ايه راسي بتوجعني
بارح. انا مش بعرف غير التراث يا عبد الله، لكن الاغاني بتاعت الرومانسيه دي بقى. خش خش يلا بس يا اخي، خش خش اغنيه من بتاعت بلادنا الفلكلور. بلادنا بلا السواح في هالمجانع، اقصر بلدنا بلا السواح في هالاجانب تتفسح، وكل وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح، والسيد بلدنا لا 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 نشكرك عبد الله، وسهره ممتعه معاك والله. شرف لي والله يا حاج. قول كلمتين كده يلا للجمهور الحاج الضوي. كلمتين. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، انتظروني مع الحاج الضوي ان شاء الله. يعني انت عبد الله حابب تشتغل معاي؟ ان شاء الله. حابب يعني؟ ان شاء الله والله. طب خلاص ده احنا هنكسر الدنيا يا عبد الله. ان شاء الله. ضحكه يا عبد الله. الجديد شديد عليك. الجديد شديد عليك. ضحكه ضحكه. حبيبي يا عبد الله حبيبي.